IFM Sport Plus أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة. مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع على إيفام أحلى راديو تول 7 دقائق، وهذه حلقة الخميس 7 ديسمبر 2023 من سبور بلوس اللي باش نركزوا من خلالها والجزء الأبرز والأهم والحيز الزمني سيكون لمباراة النجم الساحلي والهلال السوداني 24 ساعة تقريبا قبل المقابلة، قراءة في المباراة، التشكيلة المحتملة والمنتظرة، التكتيك كيفاش ممكن يكون، وبالطبيعة باش نرجع على الندوة الصحفية لعماد بن يونس وفلوران إيبينغي، أهم ما جاء فيها وأهم وآخر الأخبار والمستجدات في علاقة بالنجم الرياضي الساحلي. هل مباراة الهلال السوداني ستكون مباراة مصيرية وحاسمة في سباق النجم من أجل التأهل والعودة من جديد في الكورسة؟ نعم أم لا؟ إذا نعود بكل تفاصيل على المقابلة هذايا، نحكي على تفاصيل جلسة الاستماع لرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، بعد شوية يكون معنا بالهاتف الأستاذ وليد العرفي عضو الهيئة القانونية ل وديع الجري، نحكي كذلك على المنتخب التونسي اللي اختتم تحضيرات الكام بملاقاة موريتانيا والرأس الأخضر، تعليق على زوز مباريات الودية دوما وغيره بطبيعة من الأخبار والمستجدات. مرحبا بالجميع، تحية متجددة لكل مستمعينا، تحية لكل فريق الإعداد، أمين الخميسي في الإخراج وميمة القربي في الديجيتال، تحية لويام رابح في الإي إف إم تي في، وتحية لأميمة المليح في التصوير ولي كونفيرونس دو بريس والصور، معناتها اللي باش تنطق تبارك الله من الضافة نتاعها، معناها سون فوتو ميمة المليح صنيفة ومن ولاية سوسة زادة، معناتها كانت تهمك المعلومة هذه، رضوان الفالح، يا أهلا وسهلا، مساء الخير. مرحبا بك زروق، مساء النور لسمير فتوح باكي، واكيد نادر اللي ما نعرفوش عليه وين البريود هذه غبر نداء استغاثه الو نادر ديودينك حدد مكانك ولا بالنسبه لميمه اكيد خدمتها مزيانه مدامي من الجهه يو دونك باش تكون خدمتها نظيفه ومرتبه كي وش بيك تحكي على التصنيف جيعان معناتها شبي بابا والله صحيح فطرت بكري اليوم دونك مع ثنيه تعرف الواحد يسوقي ركز تم مشكل في التغذيه ولا شنو اوكي باش نكمل تو نمشي انا وياك نتعشى تستدعني على العشاء اللي وميمه المليح باش طيب معليش نستدعى فيك انا مرحبا اهلا وسهلا بك رضوان فالحي رافقنا كذلك اخصائي التغذيه بجميع اصنافها ماكوله ومشروبه سمير السليمي مساء الخير اهلا وسهلا تحيه ليك زروق خضرا وغلالا تحيه للبوغوس اللي مقابلني بكري هو يتشهر جاب الشر وجاء جيعان والله لا فهمت حتى انا ما كليش باش نحكي والله ما نعرف خش علي جمعه ما كليش تحيه للناس الكل خويا الناس الكل اللي تسمع فينا وتتبع فينا والشله نتاعنا واللي برا من البلاتو الناس اللي تامل في البث هذايا تحيه لهم الكل اهلا وسهلا مرحبا بك سمير السليمي مرحبا رضوان الفالحي فاصل ثم نعود نبداو في مختلف فقراتنا ومواضيعنا بعد شوية نكمل في سبور بلوس مع أيمن زروق على إيفام أحلى راديو سبور بلوس مع أيمن زروق على إيفام أهلا وسهلا مرحبا من جديد إذن بعد شوية نحكيه على الإتوال والهلال السوداني لكن تتويت البداية بآخر المستجدات في علاقة بوضعية رئيس الجامعة لانفو دو جور ماذا حدث في جلسة الاستنطاق لرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري وماذا قال رئيس الجامعة أمام قاضي التحقيق موجود معنا في المباشر الأستاذ وليد العرفاوي عضو هيئة الدفاع لرئيس الجامعة مساء الخير أهلا وسهلا مساء الخير أيمن ومساء الخير بكافة فريق البرنامج أهلا وسهلا مرحبا بك كنت ضيفنا نهار الاثنين وقلنا أنه يوم 7 ديسمبر تكون جلسة الاستنطاق أمام قاضي التحقيق شنو صار اليوم في جلسة الاستنطاق هذه أهم ما صار فيها هو تم اليوم استنطاق المنوب في الأصل من قبل السيد قاضي التحقيق الاستنطاق تقريبا دام ما يقارب 4 ساعات أو أكثر ولكن انتهى وللأسف بقرار إبقاء المنوب حتى مفعول بطاقة الإيداع لو باش نتحدث اليوم على المنوب شنو قال قدمنا احنا كدفاع وهو كمظلوم فيه كل الوسائل التي تفيد براءته قال اولا انه ما تسلمتش الجامعة فلوس وقانونا لا تتسلم شيئا انه الجامعه وقت لقات المذكوره و300 دوسار الكاف ما عطاتهاش طريقه التوزيع
وبالتالي من باب الائتمان حافظنا عليهم كما هما حتى الكاف تعطينا طريقة التوزيع. انه الاختيارات الفنيه غير مسؤول عنها لانه لم يمضي اي وثيقه السيد وديع الجريء ولم يعني يطلع على الاختيارات الفنيه، بل اكثر من ذلك يعني منذ ان امضى الاتفاقيه فوض النظر الى المدير الفني وتمت الاختيارات وهو لا علم له بكل تلكم التفاصيل. علاوه على انه الكاتب المدلس يعني اليوم تسالنا للسيد القاضي المحترم على ما هو الكتب المرمي بالتدليس، ظهر وللأسف أنه يعني الفورميلار الاستمارات المتعلقة باللعب بخصوص الذين يعني أنضوهم المديرين المدارس الإعدادية بالسفاق خصوصا. ولكن عن شيء نقول أنضوه بعد قالك والله ينسينا، هذا ليس معقول بالمرة. من أمضى يترتب على إمضائه الأثر القانوني، وتمسكنا بأنه لا يوجد أي كتب مدلس، وأنه الكاف هي الجهة الوحيدة التي لها الحق تقييم خرق القانون من عدمه. يا أخي هو تم رسميا توجيه معناتها شبهة متاع تدليس في إمضاء مديري مدرستي صفاقس وسوسة؟ لا 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 ليس في إمضاء هو تدليس. قالوا راو احنا سألنا على موضوع التدليس قانون راو الكتاب اللي ديزون من مطام يعني مرمية بالتدليس هي نوعا ما الاستمارات اللي أمضاهم مديري المدارس الإعدادية، ولكن أمضاهم سليم تبقى القانون، وقالوا رانا أمضينا ما نسينا. شو معناتها أمضينا ما نسينا؟ ما فهمتش. هذا هو الغريب في الأمر، يعني أمضاهم بعد تراجعوا في أمضاهم، أمضاهم هما اعترفوا راهو بالإمضاء، قالوا هذا الإمضاء بتاعنا. وبالرغم من ذلك نجد منوبتان بالتدليس، تدليس شيء ما نعرفوش. الاستمارات هذه كيفاش تكون الاستمارات هذه؟ الاستمارات هذه بعثتها الكاف. الاستمارات هذه صادقت عليها الكاف. الاختيارات الفنية تاع السيد صغير زويته صادقت عليها الكاف. الجهة المانحة اللي تعطي الفلوس اللي هي الطرف الأساسي المتضرر، قال لك راهي أوكين فيلاسيون دو لا لوا. والبطولة تمت يعني البطولة ودية تربوية ربحتوا بها راهو ما عندناش قبل. يعني تاريخ في تنظيم هذه البطولة وراكم ربحتوا فيها راهي تبقى القانون. أضفنا وثيقة مهمة، آخر وثيقة وصلتنا من قبل الكاف، شنو يتأكد؟ أنه الكاف وقت اللي بعثت ما يفيد أنه ما الفلوس ما وصلتش، وأنه البطولة نظمة تبقى القانون، تلكم الوثائق الكل راهي قانونية. وأكدت الكاف أنه من جديد تأكيد ثاني نراو انه لا كومبيتيسيون كانت تبقى القانون وما فماش حتى خرق. بل بالعكس يعني وشهاده عباره اليوم الكاف قدمت لنا شهاده على شرف عباره. ولا 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 والمراسله هذيا شنو جات البارح المراسله هذه؟ اي مراسله اخيره. امبي وقدمتوها لقاضي التحقيق فماذا كان موقف؟ طبعا قدمناها للسيد قاضي التحقيق ورفعنا على ضوءها هي وعديد المؤيدات الاخرى. مؤيدات راهو اللي قدمناها كيف تطلع عليها قبل ما تقرا الملف تقول شنو يعمل سيد وديع الجريء في السجن. اي باي كيف قدمت كل هالمستندات هذيا والادله والمراسلات الرسميه قلت لي قبيله تفاجئنا بابقائه في حاله الايقاف هذا. تفاجئنا بطبيعه الحال. علاش تفاجئت؟ قدمنا على ثقه القضاء ولكن لا يوجد اي دليل يفيد ادانته لحد الان. وزاد الشباب والرياضة وما تفسيرك لهذا دونك انت تو استاذ وليد العفيف؟ انا نعطيك ساعه تحليل ثم تفسير. التحليل الاخير انه وزاره الشباب والرياضه ظلمتنا في الملف هذا وساعات بكل يعني وسعها وجهدها عبرها ومره طبعا في مديره الواد الجامعه التونسي للرياضه المدرسيه ومره تعمل لنا تفقد يعني تقرير تفقدي ومره تقارير يعني متتاليه في ملف دخلوا فيه يعني انضاء وديع الجريء فيما لا يتعلق بوديع الجريء وفي ملف فيه براءه ثابته. تفسيرنا لذلك انا اعطيك انا تفسير لحد الان ربما سيد قاضي التحقيق الملف عرضنا عليه كل الوسائل تاع الاثبات ولكن ربما هو يحب على متسع من الوقت لمزيد التباعد فيه. احنا مش مشكل سنتلي بمطلب افراج الاسبوع المقبل. يعني تعتبروا انه ينجم يزيد يدقق قاضي التحقيق ويقعد في حاله صراح؟ قدمنا له حزمه من المؤيدات برشا مؤيدات
اي ما نجمش يثبت فيها ويشوف المؤيدات هذيا ويقعد في حالة سراح مش في ايقاف. هي مؤيدات كبيرة واحنا ترافعنا فهمت، ما نجمش على نترافع ويثبت في كل شيء. احنا باش نعطوه الوقت لكي يتثبت وسندلي بعد اسبوع بمطلب الافراج. اليوم الاستنطاق صار على قضية مدرستي صفاقس وسوسة فقط والا القضايا الاخرين؟ لا لا، القضية الاخرانية كاو نتاع مدرستي صفاقس وسوسة اللي هي القضية الثانية، موضوع بطاقة الإيداع الثانية. يعني حتى لو كان مثلا بقى في حالة سراح القاضي التحقيق القرار نتاعه كان العكس هذا، فباش يقعد السيد وديع الجري في السجن على خاطر ديجا عنده بطاقة الإيداع نتاع القضية الأولى، معناتها مش في تبدل حتى شيء. دونك مطلب الإفراج نتاع الأسبوع المقبل شنو باش يزيد وشنو باش ينقص؟ يزيد بالنسبة لي نحن، يخفف من وطأة القضية الثانية، هذا من ناحية أولى. من ناحية ثانية ما ينساوش اللي القضية الأولى ختمت وتصير إحالتها وتعيينها بداية الاتهام، يعني تنجم بداية الاتهام تنقذ أنا ذاك في صالحنا والمنوب يصبح بحال صراحة. وثلاثة أنه علاش احنا قلنا ما الذي سيغير؟ رغم مش كيف تبقى على يعني على مدى بتاكيدة واحدة مش كيما زوز تما جانب مورال يعني في الموضوع هذا، يعني أمر شان سلبي. ثم سؤال خلينا نختمه بسرعة هنا، زاد هو في علاقة غير مباشرة بالقضية الحالة متاعنا أستاذ. نقرأ في برشة تعليقات منذ يوم الاثنين حتى توا، معناتها في اللايف يقول لك نقصونا هالمرافعات في وسائل الإعلام، وهذا يمثل ضغط على عمل القضاء، وهذا يمثل معناتها أن دي تورنومون في سير القضية وتأثير. هل تعتبر شنو موقفك في الموضوع هذا؟ هذا ما يقول لك اللي باش يصير في الواحد يصير عند المحكمه وكل شيء، فاش قام وسائل الاعلام فاش قام كيما عندنا عباد. شوف كيما عندنا ناس يعني تشفيت من وديع الجري هو موقوف، عندنا زاد ناس راهي شكرات ووقفت معاهم شكرون زاد بالنسبه لهم يقولوا مرافعات، هذه مش مرافعات، هذه تسمى لا كوميونيكاسيون دو كريز. شو معناها؟ هذه راهو نخرجوا باش نطفوا مسائل عامه كيما القضايا الكل، مش باش نوصلوا قضية وديع الجري ونقولوا لا نقصد مرافعات في الإعلام، ماناش نترافعوا وماناش نخوضوا في معايدات. يقول قايل هذا يعمل ضغط على عمل القضاء. لا يوجد أي ضغط على القضاء، القضاء مستقل ولا سلطان عليه للقانون. انا انت جاوبت اون طونك محامي، انا باش نجاوب زاد في النقطه هذيا اون طونك اعلامي خاطر الموضوع يهم زوز، معناتها المحامي اللي يرافع معناها والمتهم بانه يترافع في وسائل الاعلام، وزاد الصحفي ومعد البرنامج اللي هو زاد يسمح يعطي المجال لصحفي. هنا ران نسمع الناس الكل، هنا وقتاش نجم نقولوا مرافع اذا كان ناخذوا طرف مش طرف اخر، وقت اللي دخل معنا مثلا سيد شكري حامد ويعمل نوع من المرافعة والاتهامات، فهذيك زادة مرافعة في وسائل الإعلام ومحاولة تأثير. دونك إذا كان لي دو بارتي موجودين فهنا ما عادش نجمو نحكيو معناها. على الكلمة أنا حبيت نشوف من وجهة النظر هذيا معناتها الكوتي الصحفي معناها واضح جدا. كنا ساكتين جمعة كاملة ومش كان الوزارة ومش كان نتقرا في نص الوزارة تدخل ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم للرياضة المدرسية والقريب يجيبوا المتفقد العام ويتكلم في الإعلام. يعطيك الصحة الأستاذ وليد العرفاوي محامي رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري. راه مش خاطر صارت بطاقة إيداع بالسجن معناتها سي بون في الموضوع، ما عادش عندنا الحق نحكيو فيه حتى شيء، راه ثم برشا قضايا وثم برشا معطيات وثم برشا تفاصيل ونحبوا نعرفوا شنو التفاصيل. دور الإعلام أنه يعرف ويحاول يبسط شنو اللي صار مع هذا ومع الطرف الآخر، مش معناتها صدرت بطاقة الإيداع معناتها سي بون صدق الله العظيم نسكروا الحانوت ونمشي، معناتها عبارة تقول لي ماتش كرة قدم وفيه ريزولتا 2-1 أكاو في 2-1، ما تحكيش على تكتيك لا على علاش خسر لا على علاش ربح، أكاو في 2-1 صدق الله العظيم في 2-1 ما نسكروا الحانوت الناس الكل ونروحوا ونبطلوا تلافز. اسمع أنت موسع بالك تجاوب فيهم العباد هذوما بالحق، معناتها لأنه هذه رأي معناتها قضية رأي عام وحاجة اللي معناتها بالعكس أنا نشوف كي وقت اللي تكون فما ترونسبارونس وشفافية في الموضوع وتاخذ الأطراف الكل، بالعكس هذه المصلحة الشارع الرياضي أنه يعرف المعلومات ويعرف القضية وين وصلت، مادام ما فيهاش مس من الأمور القانونية وما فيهاش تجاوز يمس من سير القضية
دونك بالعكس باهي الوضوح والشفافيه وكل واحد يعبر على 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 الراي نتاعو في نطاق المعقول. نمشيو للاخبار الثاني. محمد علي معالج يعود لاتحاد تطاوين ويخلف وجدي بوعزي سمير السليمي. هنا الاخبار اوكي مع اخبار عادي استنسنا به في وسائل التواصل في 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 كره القدم التونسيه. عمناول تسني علاش خرج هو وجدي بوعزي البارح؟ علاش قدم السيق؟ قالته بسبب الوضعيه الكارثيه لاتحاد تطاوين. اي ومحمد علي معالج يعود الى الفريق الذي غادره في مارس الفارط بسبب الوضعيه الكارثيه. الوضعيه الماليه يعني وقتها محمد علي معالج غادر اتحاد تطاوين بعد ما عملوا الاضراب ملاعبيه وقتها ثلاثه جمعات وما كانوش حاضرين للبلاي اوف. فمحمد علي معالج عاود رجع لنفس الفريق الذي غادره وجدي بوعزي بسبب انه الملاعبيه عندهم جمعتين عاملين جريف. ما تفسيرك لهذه اللخبطه معناتها ولا شكشوكه؟ وليت هذه شكشوكه معناتها شكشوكه شيء ما تفهم شيء ما تفهم. ساشون كو محمد علي معالج كان يراني في اتحاد في نجم المتلوي اللي وضعيتها الماليه خير من اتحاد تطاوين. هذا هو هذا هو اللي معناها يخليك تستغرب وتقعد باهت انه معالج يعرف تطاوين معناها يعرفها مليح ويعرف الوضعيه الماليه الصعيبه اللي هو فيها. هو عمله والخرج من تطاوين من اجل الازمه الماليه هذه. وكم من مره اشتكى عبر وسائل الاعلام من وضعيه الماليه وقرفه الملاعبيه وهذا كله تكلم فيه معالج. يمشي للمتلوي ظروف افضل شويه من ناحيه الماديه. لا احسن بكثير الحقيقه. خلينا نبسطوها نحن افضل شويه من افضل معني. ثم بعد يرجع للفريق نتاعو اللي تطاوين اللي هو في وضعيه اصعب من عمناول ماديه. راهو سنه تطاوين اتعس من عمناول اتعس من عمناول. ما تفسيرك لهذا؟ والافكتيف شوف انا ما نحبش نحط روحي في بلاصه اي حد. الكوره في تونس تسير بالعلاقات والمخذ خاطر. انا متاكد انه عنده علاقات جيده ببعض المسؤولين وبعض الناس اللي حشموه باش يرجع تطاوين. ما فماش سبب اخر مقنع. كان تقول لي سبب عليه ما حشموش عمناول جوستومون معناها بوتيتر. انا راني انا بدي مستغرب كيفكم انتوما. يمكن سمير انا عندي بوتيز اخرى بوتيتر نقول انه تم معناتها اعطاء وعود ولا تطمينات انه باش تكون فما سيوله ولا بعض الموارد اللي تخلي الفريق ولا ملاعبيه يخلصوا في بار نتاع الفلوس تاعهم. لكن يوفروها البوعزي تولي كيسيون اللي تقلق علاش مش مع وجدي بوعزي مثلا. دونك لهنا نقطه الاستفهام. سينو نتمنوا التوفيق اكيد للمعالج تي ليه للناس الكل متفقين بها. احنا قاعدين نفسروا في وضعيه اللي احنا مستغربين منها مستغربين منها فهمت. وتوا ربما معناها ان شاء الله بالتوفيق ربي يوفق وينجحوا بطبيعه الحال والتطاوين والمتلوي والناس الكل نتمنى لهم كان خير. ممكن جمعه جمعتين اخرين تقول لك انا بطل خاطر اللي اتفقتوا عليه والوعود هذيا ما تمتش. تو فهمت جائز اي بيان سور. دونك فوالا هذيك هي هذيك هي حال الكره نتاعنا في تونس من جميع ما راهو حتى من المدربين. تو مدرب يا رسول الله مدرب يعرف الجمعيه غارقه بالديون وغارقه في المشاكل ويقول لك لا نمشي ما يسالش. انا نعرفهم بالاسم وفما مدربين وفما مدربين يا سيدي يخدموا بلاش. انا نقول لك انا صحيح يخدموا بلاش يقول لك على السي في خنحير اسمي موجود موجود. وفما مدربين يزيدوا من عندهم الفلوس يخلصوا في الملاعبيه باش تمشي الامور. اخي محمد علي معالج يستحق سي في ما هوش هذا مش على معالج نحكي لك انا بصفه عامه مش على لو كادو معالج. انا الجمال كبير سمير انا راهو والله بالحق لا له ولا مع معالج لابو عزي لا جريك. راهو نحكيو على الظاهره كيفاش معناتها موجود الحاجه ذي كيفاش معناتها تكون في فريق عنده فينانسيرمون خير من فريق اخر تمشي الفريق اخر اصعب منه ماديا اللي انت نفس الفريق اللي خرجت منه عامله بسبب الصعوبات المالية واللي صارت القطيعة مع مدربه لصعوبات مالية أصعب من عمنا. زروق قذي جاوبنا عليه كان هو الأخير شو هذا نتصلوا بيه خوي معالج ناخده من عنده. أين المنطق لأنه في المتلوي مع الدوسور سوفيسيال معناتها الظروف ملائمة حتى على مستوى الخلاصات بارابور بارابور على تطاوين وقفصة وجمعيات الأخرين كل تتسمى الحقيقة وضعية محترمة جدا. دونك لهنا ينجم يجاوبنا كان معالج على السؤال. باهي بالتوفيق. المشكل منا ومنا. اللي معالج. ما تلوم على المدربين، ما تلوم على الرؤساء النوادي، ما تلوم على حتى الكل ماشيه في التيار هذاك. انا نعرف الصحيح ونعرف نعرف برشا خفايا ونعرف برشا حاجات اللي توا انا نعطيك جمعيه. اختم سميره. باش نختم جمعيه طالبه مدرب. تتفاوض مع مدرب. تتفاوض تونس صغيره. تتفاوض مع يدخل ثلاثه مدربين اخرين يحسوه. قولش عليك في نصبه. نتاع والله العظيم والله اي طيح السوم
يطيح يسمع بالمدرب يطيح اسمه موجود ولا موجود فوالا ليه هذه خاصيه 100% تونسيه اي مالوريزمون حاجه واضحه اذا بالتوفيق لمعالج مع اتحاد التطاوين بالتوفيق لتوفيق زعبوب الذي خلف معالج في تدريب نجم الرياضي مشكور وجدي معزي على العمل اللي قام به وبالتوفيق ليه في مستقبله في اول اكسبيريونس وجدي بوعزي مع اتحاد التطاوين. الرقم توت سويت في علاقه بالكويت شيفر دو جور رقم هو واحد. قبيله شويه كانت اول مقابله للمدرب التونسي نبيل معلول مع نادي الكويت الكويتي. الخبر خرج عنده 3-4 ايام انه الاتفاق صار بين نبيل معلول ونادي الكويت الكويتي. اليوم كانت اول مقابله ضد نادي النصر وكان الفوز في دقيقه 93-2 لنبيل معلول. موجود معنا نبيل معلول في اول حوار بعد عودته للكويت الكويتي. مساء الخير, اهلا وسهلا كوتش. مساء الخير, مرحبا بك كيمن. وكان انا ماني شغالت عقلت صوت سمير, عقلت صوت رضوان, مش عارف كان فما واحد اخر معاكم في الاستوديو. لا كهو نبيل فيها البركه, تحيه ليك كهو. هذوما هما الاثنين خويا. فما نادر داو دا مش معنا في الاستوديو. نادر داو داك تبدون ما نعرفوش اسكو في الطياره تحويل وجهه في وين ديستيناسيون ما نعرفوش وين. اما ان توكا هذوما هما الموجودين في البلاتو. مرحبا بك. شوف يا ايمن سامحني ايمن, قلت لك امبوسيبل ما تعرفش انت نادر داو وين. هذه قوية منك كوتش. او كريم كيفاش نبيل ديرك تعطيها لك لتقلاتك اي وينو سي يعرف الخبايا وينو نادر يحضر في فاليش تغدو الطياره نحو الاردن صحيح ولا غلط؟ وعدك مرحبا بك. اذا دونك في اول تصريح بعد الاتفاق مع الكويت الكويتي اليوم اول مباراه واول فوز, علاش اخترت انه المقابله هذيا كان من المفترض انك تكون في المدارج لكن كخيار قلت هي خليني نكون في البنك ونكون انا اللي نديريجي المقابله؟ والله شوف فما زوز من لاعبيه بحذاك يعرفوا مليح لاسوندون بسيكولوجيك اللي يكون لونتونور عند ملاعبيه وقت يحسك انك عندك ثقه في روحك وفي خدمتك وعندك ثقه في الملاعبيه دوكم. ولو انا وصلت اليوم الفجر, مش الفجر معناها, وصلت تقريبا للكويت الساعه 8 نتاع الصباح روحت رقدت شويه ديريكت حضرت لي اليوم تاعي مشيت للتيران. بون كنت محضر انا وقوري الكل ونقول لك صراحه معناها انت ما وقعتش عقدي, مازلنا نتفاهموا راه مازلنا في المفاوضات الاخيره باش تعرف. نزلت الملعب وقعدت على البنك وجي ديريجي لا ريونيون وعملت كل شيء خاطر براتيكمون 3/4 من الملاعبيه نعرفهم اللي موجودين. فما 2 ولا 3 فقط جدد علي انا ما نعرفهمش, لكن جي انسيستي باش نكون موجود. مورالمون باهي للملاعبيه خير من اللي يكونوا معناها من غير انترونور. ولو كريم معناها الى سوري كريم بوزغبي الى سوري الانتريم بعد الانترونور اللي فات طبعا كنت انا معاه بالتليفون في ليزونترينمون وكل شيء, لكن مهم جدا انه نكون وراء الملاعبيه نتاعهم لانه شفت اللاعبين كانوا ممسوسين ايمن مورالمون. اول مره تصير في تاريخ نادي الكويت الكويتي 7 مباريات متتاليه من غير انتصار, عمرها ما صارت معناها في تاريخ الفريق. الحمد لله اليوم انتصار مهم جدا. تعبنا لعبنا ضد فريق معناها كان متميز في بدايه هذا الموسم, فوز تاز على العربي من 3 أسابيع تقريبا, فوز مهم جدا, لكن احنا عرفنا ننتصر عليه اليوم. كان ينجم هو ينتصر علينا, كنا نجم احنا نقفل المباراه 2-3 في الشوط الاول, لكن عرفنا الحمد لله معناها كيفاش نفوزوا في اخر المباراه. اذا مبارك الفوز الاول في اول مقابله. اذا الاطار الفني شنو نجم نعرف عليه باش يكون ثم كفاءات تونسيه معاك في الاطار الفني بطبيعه باستثناء نادر داود مدرب مساعد, شكون اخر باش يكون معاك في الساب تكنيك؟ وان شاء الله ان شاء الله محمد باش يكون معنا في الفيديو اللي كان موجود معايا في الترجي الرياضي التونسي, واحمد المعد البدني اللي كان موجود في الترجي ان شاء الله باش يكونوا موجودين معايا في الستاف. تعرف محمد البوراوي واحمد الحميدي هكا محمد البوراوي واحمد الحميدي باش يكونوا موجودين في الستاف, وموجود كريم بوزغبه هنا تونسي, وموجود اسامه هنا معد بدني, ومعناها موجود الكيني نتاعنا ماهر موجود هنا. ان شاء الله باش نكونوا جوقة موسيقية تونسية موجودة. هاي البرشة هاي البرشة نادي الكويت التونسي ما عادش نادي الكويت الكويتي. الحمد لله. وزيدهم وما تنساش عاد فما 3 ملاعبية.
هي يا اخي ما الجو قد يخلى فيها ثلاثة ملاعبين. ياسين الخنيسي، بلال العيفة، والعمري. هذا هو. باش نسألك انه في الفترة الفارطة كان ثم عروض رسمية من عدد من الأندية كيما سيمبا التنزاني، كيما السويحلي الليبي، كيما شباب الوزداد. علاش من العروض نباريتي من شهر جوان ما كنت نسمع في سمير؟ انا عنده الحق في كلامي، عنده الحق في شيرة سمير نسالس، انا اخوه كبير وما عندوش حق في شيرة اخرى. علاش لي زونترنور يا سيرتان زونترنور و يزون بوزوان دو ترافاي يعرف صحيح. الناس الكل معناها امورهم يسره، وناس الكل امور يرضى روحه يرجع بالتوالي، يرضى روحه معناها يعرف انه الفريق هذاك اللي باش يمشي له ما فيش فلوس. بل بالله يا سمير انا هما ايكيبات اللي فيهم فلوس في تونس. صحيح كلامك صحيح، انا هما ايكيبات اللي فما ايكيبات كبار وجواراتها مش خالصه كبار. سيبغي بيان كبار، فما بالك انت الفرق الاخرى اللي ما تخلطش توا. معناها سيد لونتونور يقول لك نمشي نضحي اخويا وندفع من عندي من الاول، من بعد من لازم باش نخلص ونقعد نخدم خير ما نخدمش. وكيما قال سمير معناها نحط في السي في نتاعي اللي انا رنيت خير من اللي نقعد بطال. صحيح صحيح. بون انا جو بو مي بيرميتر معناها باش نقعد ست شهور نقعد خمسه شهور نتدلل خاطر عندي سقف نتاع سالير ما نجمش نهبط تحت منه. وفما معناها تعودت بفرق معينه ما نجمش نهبط منها خاطر انا كمان جي غولي ما بوس معناها في تونس، والمره في تونس ورانيت فرق كبار في تونس وفرق كبار لبرا النجم. اي هذاك علاش سؤالي ليك هنا مثلا فرق كيما سيمبا تنزاني ولا شباب الوزاد ولا نادي سويحلي الليبي، علاش الخيار في الاخر كان لنادي الكويت الكويتي؟ خيار مالي ولا رياضي؟ فما ناس رياضي، فما ناس مالي، فما ناس سيدي شوا معناها التكنيك نعرف تروحي اللي مش نمشي بهم لبعيد معناها من الناحيه الافريقيه ولا من الناحيه المحليه. فما سيدي اخرين شوا معناها ما فهمناش من الناحيه الماديه. برشا كيبات اخرين راهم من مصر، فما كيبات اخرين من المغرب، كيب من ليبيا معناها في بدايه الموسم، بالرغم انه الرقم اللي عطاه لي الفريق الليبي رقم خيالي عمره ما تعطاه في ليبيا، وانا بيدي معناها ممكن مره واحده خديت كيفه ولا اكثر منه في الخليج. فهمت نادي سويحلي هذا؟ ما نعرفش ما نعرفش. باهي نسالش نادي سويحلي الليبي. نادي سويحلي توا جابوا خونا فتحي. خونا فتحي بالتوفيق ليه فتحي جبال، وان شاء الله ربي ينجحوا ان شاء الله. باهي هات نشوفوا شويه تفاعلات مع رضوان وسمير السليمي. رضوان ثم سمير شنو عندك ما تسال ولا شنو عندك ما تعلق؟ لا انا الكوتش يمكن جيست باش نسالوا على دو كيستيون. الاولاني فيما يخص الكويت، اكيد مادام قبل المهمه ذي يعرف ليفيكتيف ويعرف لي كونديسيون، تبارك الله خدم هو غاديك قبل كسوا مع ليكيب ناسيونال ولا نفس الفريق. الحظوظ كوتش شنو حسب رايك الموسم هذيا بارابور المجموعه اللي عندك، وهل ترى باش يتم تدعيمها الفتره الجايه والا سوفيزون معناتها الجروب اللي عندك؟ والكيسيون الثانيه هي اللي تتعلق بالباساج نتاعك معناتها الاخير، بحكم انك ما عندكش فتره طويله من اللي كنت في الترجي الرياضي التونسي، كيفاش تشوف الوجه الجديد مع طارق ثابت والفيرسيون هذيا؟ يا هل ترى كابابل في الشامبيونز ليغ هذه باش تكون كونكورون جدي ومنافس معناتها من العيار الثقيل، والا مازالت فما نقائص اللي موجوده في الفريق حاليا؟ سمير. تحيه نبيل. راهو ملاحظه ثم سؤال. ملاحظه راهو الفريق اللي تخدم فيه وبعد عام ولا عامين يعيط لك ولا يعاود يعرض عليك، سكو خليت اثر طيب وخليت عمل ممتاز وخليت سمعه طيبه. هذه الملاحظه الاولى. معناها نبيل كي تعيط للكويت مره ثانيه وثالثه ولا قداش ولا فرق اخرى، سيكون خلى سمعه به، لازم نقولوا الشيء هذا. خاطر انا كنت سؤالي على الاسبيرونس بطبيعه الحال، والافكتيف تاع الاسبيرونس تبدل بنسبه 90%. حبيت نسال على الاسبيرونس سبحان الله، الناس كلها تسال على، حتى نحب نسال على الاسبيرونس. على الاسبيرونس لا على الاسبيرونس خاطر الافكتيف تبدل. بون رضوان سهل على الاسبيرونس، انا باش نمشي لثنيه اخرى. نبيل رانا ليكيب ناسيونال، احنا توا ميم با شهر عندنا على ليكيب ناسيونال نتاعنا، شنو هي الحظوظ نتاعها في كاس افريقيا بدون نبيل خويا بدون دبلوماسيه؟ الشهر الاخراني الكل، الشهر الاخراني الكل وخيره ليكيب ناسيونال تخوف، كسوا مع كوريا ولا اليابان ولا سانتومي ولا راهي ليكيب ناسيونال نتاعنا تخوف، حتى الاجواء الداخليه تخوف. انت معرفتك بليكيب ناسيونال كبيره ياسر، ونعرفك صريح، هل عندنا حظوظ في كاس افريقيا هذيا؟ اي كوتش نبدا برضوان، خلينا نبدا بسمير خاطر تدني الاكبر من سمير. عايشك شوف سمير، احنا راهو احنا كلام نقول احنا راهو احنا كجمهور رياضي واحنا كمحللين وناقدين ظالمين برشا ليكيب ناسيونال. والله الريبونس نتاعي ني با ديبلومات دو تو، خاطر انا كنت في المعمعة، انا عارف شنو معناها.
احنا غالطين في رواحنا في الكوره برشا في تونس، غالطين في رواحنا، نتخيلوا رواحنا وني كابابل بتو يا ولادي. توا باش نعطيكم بالتاريخ بالارقام، تونس قداش عندها من كوب دافريك؟ تونس اللي نحكيو فيه احنا هذه كله نهار كل سنوات طوال ونحبوا نعملوا، قداش عندنا من كوب دافريك؟ من عندنا واحده برك، واحده برك بالميلكات يهديكم، يجعل منكم يا جمهور تونسي كونوا عقلاء. يا نبيل الجزائر عندها اثنين هزتها اخر مره، والمغرب كيف كيف، وهما من كبار افريقيا ومن مراهنين راهو. ها باش نحكي لك، سي با لو ميفيكتيف سمير عايش خويا، انت كي تاخذ لي 23 جوار نتاع المغرب، 20 جوار يلعبوا في لي غران كلوب في العالم. الجزائر كيف كيف، الجزائر ممكن فما واحد ولا اثنين فقط يلعب في الدوري في الشامبيون نتاع الجيري. اخذوا لي جوار وين يلعبوا، سي با الكام تاعنا. احسن ملاعبي عندنا احنا اللي طلعناه في العوام الاخره معناها يلعب في ليكيبين تاع مانشستر يونايتد. التو سي با امبوزي، كل اول عام نجي ونسمعوا في السخيري في ميلان في مانشستر يقعد يلعب في الدوري الالماني، نسمعوا شو اسمه الاخر العيدوني هاوين. بالله احسن من، خليني نكون صريح، احسن من لاعب في تونس في العوام الاخره في تونس شكونه؟ يوسف. لا لا لا، في الشامبيونان نتاع تونس. برمضان برمضان برمضان. وين مشى يلعب؟ وين مشى يلعب؟ في المجر. باهي، كريستو اللي عملنا بيه حاله عمناول، وين مشى يلعب؟ الاهلي. اورليست في الكاس العالم. اورليست كاس العالم. انا غالطين برشا في رواحنا، رانا احنا رانا مانيش قاعدين نقولوا في الحقيقه، مانيش خاطر الشامبيون نتاعنا اي ترو ميديوكر. دونك تعتبر انه لازم نطيحوا شويه الضغط على ليكيب ناسيونال على جلال القادري قبل كوب دافريك. نخليو نستخدم مع اون با لي كاليتي اللي عند الجزائر، اون با الكاليتي اللي عند المغرب، كي نلعبوا سور ان ماتش اون بو ريفاليزي مع الجيريه مع المغاربه مع النصارى ولا القومين الكورة، خاطر سي دي ديربي مغربان نجمو معناها نطلعوا لي بانك دي جو ونجمو نريكلو مورا. مي اون لي كاليتي جوار نتاعنا سي با لا ميم كاليتي. لا مع اللي موجودين وتوا هربوا بينا هما، مصر بدات تهرب بينا انت بالجوارات اللي قاعده تخرج لبرا. ايوه قاعدين يخرجوا صغار. باهي هذا بالنسبه ليكيب ناسيونال. سؤال سمير، حتى اون نيفو دي شامبيونا، سامحني باش نطور هيك، حتى اون نيفو دي شامبيونا اللي نحكيه احنا، الاهلي نورمال تلعب الادوار الاولى في الكوب دافريك، وقت اللي الاهلي البيدجي نتاعها 500 مليار عايش خويا. وقت اللي احنا معناها 10 مرات وشويه قد البيدجي نتاع الاسبيرونس، وقت اللي معناها حمدي المتب الله يرحم والديه اللي قاعد يعمل فيه الاسبيرونس يفكر باش يشري ان جوار ب 1 مليون دورو، هما يفكروا باش يشريوا بالملاعب ب 2 مليون دورو. تعرف انت اللي 9 مليون دورو هذوما شنو هي الديفيرينس في الملاعبين اللي تنجم تعملوا لك تنجم تجيبوا لك؟ والنجاح غير مضمون. ما لعبش ابو يسيبوه وجابوه معناها بسخت فلوس. الديفيرونس انورم، ولا سور لو بلون ماتيريال وسور لو بلون زاد تكنيك. والانفراستركتور زاد هي ماشي حاسبك سي نبيل، مونك دو كاليتي فورماسيون، خاطر ان سارتان مومون حتى انت كي جيت ماتش كوب دي موند حطينا لي جوار نتاعنا اون فالور، وقتها مريح قلت لنا راه احسن ملاعبي في افريقيا، فرجاني كذا غيره، معناتها وقتها الملاعبيه يظهر لي لا بلوبار موجودين. تو نعمل هكاك رضوان، انا اوبليجي يلمني نطلع المورال فوالا بور لي ميتر اون فالور، جو اوبليجي دو فيغ سا. جدوى اللي نحطهم في البتين لازم جدوى لي ميتر اون فالور، اما كيما باش نحكيو توا الانفراستركتور، هل يعقل تونس؟ تونس اللي احنا معناها كنا ليدير معناها في الافريق وفي العرب في الليتيرا وفي الانفراستركتور، عندنا تيران واحد هومولوجي اي اونكور غراتس برخصه استثنائيه كل عام تتجدد. اي دوك اون بار شنو تحكيو؟ انا كوره تحكيو، فما ايكيبات راهو ما عندهاش وين تترانا، فما ايكيبات تترانا في ترانات محفره، ماتشوات تلعب في ترانات محفره. باش نو نحكيو معنا توسا سوري بيركوت وراو الخطوه معنا باش كل واحد ياخذ وكل واحد يا كوتش نعتذر منك، لازمنا نقدموا شايف الديبا خاطر الوقت قاعد يقدم، ومازلنا باش نحكيو على ليتوال غدو تلعب مع هلال السوداني، ماك تعرفش يتغشوا علينا الجمهور. السؤال الثاني بتاع رضوان الفالحي، تقييمك للترجي الموسم هذايا، الفيرسيون هذايا المتجدده مع طارق ثابت، مع الملاعبيه جدد، مع ريكروتمون في السوبر ليج بعد جولتين من الشامبيونز ليج. انا ما نحبش نرجع لعمناول، خاطر انا عديت عمناول سعيد برشا، ما نحبش نتكلم فيه برشا، خاطر وحدي نخدم عمناول، سي حمدي كان تعب شويه مريض، يافي بيرسون افيك موا جو ترافاي سول معناها براتيكمون فوزي تو وحدنا، الرئيس غاب مرتين معناها الله غالب قدره ربي ومرضى، كان فما دي بروبليم مي اوني سور لا بون فوا، ريكروتمنت موجودين،
عملنا ديك دوبون ريكروتمون جو بونس للوحده هذه نخليو الناس تخدم. احنا بليس براسنا وعندنا 300 300 ونص انترونور تلعب هذا شبيك ما لعبتش هذاك تلعب هذاك شبيك ما لعبتش هذاك. البعض معناها جماهير الترجي عندها راو شويه ضغط مش عندها عندها ضغط كبير على 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 الملاعبيه. انت تشوف معناها ملاعبين باش يغلطوا بليس براس يغلط يحطموهم شيء ولو حتى صغير يعني ما عادش يخليو حتى ملاعب صغير ملاعب صغير بور سافيرمي وباش يتحسن يلزمو يغلط باش يتعلم. احنا ما عادش عنده الحق باش يغلط سيرتو البوليميك كوتش معناتها الاخرانيه اللي صارت على الكوتش طارق ثابت على طارق ثابت بعد الهزيمه الاخرانيه دونك نشوفوا اللي الجماهير نتاعنا كي العاده معناتها على سيرا ماتش ديفيت ديريكتومون ماذا بيهم ينحيوا ماذا بيهم يبدلوا وكانه ثم كليمان تاع انعدام ثقه معناتها بعد مباراتي مازيمبي والوداد طارق ثابت غوارديولا ثم ولا ما يصلحش للترجي وكذا موتو معناها بعض جماهير الترجي ولا يحبوا انترنور اترونجي هكا ولا اي ليسبيرونس مع حمد المد بهز تروا تشامبيونز ليغ تروا تشامبيونز ليغ اللي هزيته مع انترنور التوانسه بورتون جاو بوكو ديترونجي في العشر سنين ولا 12 سنه الاخرانيين ولا انا غلط لا لا هذاك هو النجاحات الكل مع ممارسين تويز فوزي بنزرتي معين شعباني ونبيل معلول اون بارل بور نو ريان دير هكاك سي كوم سا فما توندونس لازم نمشي في التوندونس هذيك. على ذكر سيد حمدي المدب هو شكرك في الجلسه العام الاخيره وقال ما نلومش نبيل معلول على الموسم تاع عملاو. انا نتكلم احتراما انا ما نحبش نتكلم احترام في جمعيتي واحترام في فريقي. هزيت انا وحدي عملاول هزيت انا وحدي وسكت خاطر انا اسبيرونتيست ما نجمش نتكلم اما عملاول نخدم وحدي انا سي حمدي يعرف انا كنت معناها تحدث هو قال تقلقنا من الكالندريه كترجي رياضي تونسي كاصابات دافع يعني عليك وعلى معين شعبان مش اصابات راهو عملناه سيتي ان فرار وعملناه لعبنا سبع ماتشات في رمضان راهو وتوقيت المباريات منهم ثلاثه ماتشات ماضي ساعه ونص نتاع القائله اربع ماتشات بلوس لي بليسور اللي تعرفوهم انتم نتاع رمضان نتاع فما ملاعب ياخذ الناس ما تحكيش عليه برشا اللي هو مهم جدا الاسبيرونس ومهم جدا ليكيب ناسيونال غير الشعلاني غير الشعلاني راهو سي لو موتور دو ليسبيرونس في لي ديرنيير زاني راهو ليسبيرونس كي يبدا غير الشعلاني يلعب زنس وكي ما يلعبش غير الشعلاني زنس هو سي لو مونور جوور دو ديريير اللي تخرج من عنده الكره ان استراتيج معناها سي لونتونور في التيران هذاك لعبنا بليس بي هو عام كامل بالرمضان معناها عمل برشا اصابات الهوني اللي لو ليدر معناها دولاتاك عمل برشا اصابات مع الريكروتمونات اللي معناها بصراحه نقولوا مانا كي تي او دوسو دو لا موين ما نقولش حاجه اخرى فهمت دونك سا كونتريبيا بوكو تشوز مع غياب الرئيسي برشا مرات خاطر كي غيب الرئيس ما ترى حتى حد موجود في البارك اللي تقول تغيب معاه لي ريكروتمون اون دوسو دو لا موين مقارنه بسنه ولا مقارنه بشنو بالضبط؟ لا احنا اون توجور غاتي راهو بصراحه معناها اون توجور غاتي لي ريكروتمون نتاعنا احنا من يانيك نياك ما شفنا حتى مهاجم باهي في الاستراد توجور فما لجنة انتدابات سي نبيل ولا وسان دو ليسبيرونس هنا نجموا يسالوا يقولوا لي معناتها الانتدابات من المفروض يفاليديها نبيل معلول هذا هو لا 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 في ليسبيرونس راه مش لونتونور يعمل انتدابات لا 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 لا, لا. مش في ليسبيرونس برك راه رد بالك راه هذه سا سباس في العالم في العالم راهو سي لو ديريكتور سبورتيف اي لو بريزيدون هما اللي فاليديو هما يعملوا الريكروتمونات انت فما ريكروتمونات تعملت قبل ما يجي معين الشعباني فما ريكروتمونات تعملت قبل ما نجي انا مي احنا مشكلنا في ليسبيرونس هذه سي ان غرو بروبليم اللي لازم يعالجوا حمد المدب اللي اون دوا معناها ناخذوا باينه من الاول ما نخليوش لاخر وقت نعملوا ريكروتمونات خاطر اخر وقت تولي تاخذ نيمبورت كي نيمبورت كي سور لو مارسي قبل ما تفكر وبسوم عالي نغلط على هذا ونوليو نزربوا واضح جدا ان غرون ترافاي اي تي في على ليسبيرونس في الريكروتمون خير من عامنا وخير من العوام اللي سبقت برشا مي غاستا كونفيرمي غاستا كونفيرمي خاطر جمهور ليسبيرونس ما عاد يسكتوا كان الشامبيونز ليغ معناها ما يهموش تخسر الشامبيونات تاع تونس ما يهموش تخسر الكوب تاع تونس عطيه الشامبيونز ليغ معناها تنجح فيها وتجيب الشامبيونز ليغ اللي ولات اصعب برشا من العوام اللي فاتوا
خاطر مصر عملت خطوه علينا، المغاربه تقدموا برشا، الجزائريه بداوا يتقدموا، وفرق جنوب افريقيا جنوب الصحراء تنزانيا وبيترو اتليتيكو شفناه مع ليتوا سان داونز. سان داونز سيلومانسي في دول افريقيا. يعطيك الصحه خطوه اخرى السيد نبيل معلول. اذا كان نجم نعتبره ذا اول تصريح بعد العوده للكويت، الكويت اول تصريح منذ مغادره الترجي الرياضي التونسي. بالتوفيق ان شاء الله مع الكويت الكويتي. نذكره مره اخرى بالاطار الفني احمد الحميدي، محمد البوراوي ونادر داود باش يرافقوا نبيل معلول في التجربه مع نادي الكويت. فاصل ثم نعود نحكيوا على النجم الساحلي والهلال السوداني. بعد شويه نكمل في سبور بلس مع ايمن زروق على اي اف ام احلى راديو. سبور بلس مع ايمن زروق على اي اف ام. اهلا وسهلا، مرحبا من جديد. وصيت الحديث على النجم الساحلي والهلال السوداني. تاكو تاك، هل ستكون مباراة الفرصة الأخيرة للنجم الساحلي غدوة؟ نعم أم لا؟ الحقيقة وزوج وجهة نظر تقول أنه ما هي إلا مباراة في الجولة الثالثة وما زالوا ثلاثة جولات، ومن ثم وجهة نظر يقول لطوال غدوة كان ما تربحش، مش حتى نول، تودع المسابقة حتى مورال موش تكون صعبة بعد زوز هزائم متتالية في الجولتين الأولى والثانية. الإجابة على السؤال الذي في 40 ثانية لسمير ورضوان الفالح. سمير 40 ثانية، 3-2-1 توب كرونو. الانتصار يخلي الاتوال في الكورس، يخلي عندها الأمل، تعادل أو الهزيمة وفات الحكاية. إذا كان تخسر لا قدر الله النجم الرياضي الساحلي مش يكون عند بيترو أتليتيكو ينجم يربح الاسبيرانس اللي 9 والهلال يولي 6، في حين انه ليتوال بصفر من النقاط مع دو ديبلاسمون للهلال والبيترو اتليتيكو وكلاسيكو بتاع تونس. تقريبا الحظوظ تصبح صعبه جدا، وبالتالي هذاك الماتش حياه او موت. هذا حسب اعتقادي انا، الانتصار يعني بقاء الامل للليتوال، التعادل مش حتى الهزيمه، التعادل اقصاء، هذا نقوله بكل اسف، تعادل اقصاء النجم الرياضي الساحلي. دونك اجابتك هي نعم. نعم نعم. توافق الراي والا لا رضوان فالحي؟ 3-2-1 توب كرونو. اكيد نوافق الراي، مقابله حسب راي مصيريه وحاسمه للنجم الرياضي الساحلي. للاسف الوضعيه اللي فيها بعد هزيمتين متتاليتين يعني تخلي النجم حتى بارابور لي زوت ريزولتا كونداني بالربح، لازمه الانتصار ولا غير الانتصار. باش تقول لي حسابيا مازال كل شيء، لكن منطقيا اذا لا قدر الله النجم ينهزم مباراه هذه تقريبا يودع المسابقه هذه. تبقى احنا اوني اوبتيميست، مازال النجم موجود في الكورسه مقابله غدوه اللي ضد فريق منافس اللي صحيح صعب الميراث خاصة على مستوى البدني، لكن النجم قادر يحقق الانتصار بعد الوجه اللي وراه سيرتو في المباراتين الأولانيين مع الفريق الجزائري والمغربي. وبالتالي جبتك أين في أي خانة تندرج، في النعم ولا في الله؟ في النعم أكيد، مصيرية وحاسمة. تصويت الجمهور الحقيقة معناتها ريزولتا مفاجئ، بعيدة ديفيرنس، 84% يقولوا نعم هي مباراة الفرصة الأخيرة للنجم الساحلي، 16% يقولوا نعم حتى كان لا قدر الله صارت عثرة، فإنه هذا مش بشي أثر على باركور النجم الرياضي الساحلي. اليوم موعد مع ندوة الصحفية عماد بن يونس الإجابة على سؤال ذي وقراءته للمباراة في ميكرو زميلي قيس بنينة. بعد ديسيبسيون تاع ماتش الأخراني مع بيترو أتليتيكو خدمنا أكثر من ناحية نفسانية، مع أنت تعرف مع أن حتى خيار كان الانتصار في المقابلة متاع غدوة، حذرنا مليح سيرته من الجانب الذهني، اما تعرفش انتصروا في مقابله لما يقدم مقابله كبيره، وهذا اللي طلبناه من اللاعبين، وان شاء الله نشوفوها غدوه. يلزمنا كل لاعب يعطي اكثر من امكانياته ويعطي اكثر من 100% باحترامنا للمنافس، اما كما قلت لك معناتها يلزمنا انتصار اللي خلينا نرجعوا في المسابقه. مقابله غدوه ان شاء الله كما نقولوا مقابله كاس، معناتها يلزم الخروج بانتصار، الانتصار مهم باش نرجعوا بثلاث نقاط في المجموعة وتولي حظوظنا كاملة. بالنسبة للضغط معناتها الكرة قلتها من أول مقابلة، اللاعب كرة القدم الكرة تلعب تحت ضغط، أما الضغط لازم ردوه إيجابي باش كل لاعب يعطي أحسن ما عنده ويطبق الخطة اللي باش إن شاء الله نهبطوا بها غدوة. بالنسبة للتهديف عنصر الهجومي باش تربح مقابلة
لازمك تسجل ان شاء الله. الحقيقه ما مقابله الاسبيرونس جبنا فرص محترمه، يظهر لي فما 5-6 فرص، ما كانش تسيم ماتش بيترو اتلتيكو ما كانش فما فرص كبيره. غدوه ان شاء الله نجيبوا برشا فرص ونسجلوا ان شاء الله، وعندنا الامكانيات ان شاء الله باش نسجلوا. هذا ذا عماد بن يونس باش نسمع مدرب الهلال السوداني فلوران ايبينغي تصريحه وقراءته لمقابله الغد. On sait qu'on est dans un groupe très compliqué. Quand vous avez l'espérance qu'on ne présente pas, quand vous avez l'étoile qui a été meilleure que l'espérance, ça montre déjà le niveau de l'étoile. Et puis Petro qui a fait demi-finale et quart de finale de la Coupe d'Afrique. Nous, on n'est que les petits poussés dans ce groupe. Donc chaque match, on les joue à fond. On les joue à fond et puis après, on verra à la fin des 6 matchs ce qu'on va pouvoir faire. Voilà, on est dans le même état d'esprit. Le fait d'avoir battu l'espérance ne fait pas de nous les champions du monde. Mais on rentre sur le terrain en donnant tout. Le pire, c'est d'avoir des regrets après le match. Et puis si l'adversaire est meilleur, on lui dit bravo. L'étoile va jouer son va-tout, c'est sa dernière chance, entre guillemets. Et ils ne voudront pas la laisser passer, donc ça va être très 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 dur pour nous. Mais les conditions de réussite restent les mêmes, c'est-à-dire tout faire pour ne pas encaisser et si possible marquer un but de plus. Mentalement, ils ne sont pas là. Mentalement, ils sont au Soudan. Quand on a appris que le frère d'un de nos gardiens venait d'être tué par un bombardement. Donc voilà le genre de situation dans laquelle on vit. Donc c'est pas simple pour aller remotiver les gens d'aller à l'entraînement. هذا إذن فلوران إيبينغي مدرب هلال السوداني. رضوان الفالحي في كل مرة النجم باش يستقبل المنافسين متاعه ويكون مطالب بصنع اللعب وبالنتيجة، خاصة بعد زوز هزائم، إلا ونتساءل كيف سيكون الرسم التكتيك، كيفاش الديسبوزيتيف، المعضلة متاع الديسبوزيتيف، يلعب 4-2-3-1، 3-5-2، 3-4-3، يستنى المنافس يبادر هو بصنع اللعب، ليزاتو اللي عنده تقعد ديما تساؤلات هذه بالنسبة لغدوة رضوان. والله أنا بغض النظر على صنع اللعب أو عدمه، أهم شيء بالنسبة لي الانتصار. معناته ما نجموش نحكيه في مقابلة مثل هذه على الأداء ولا على التكتيك ولا على غيره. مقابلة متاع 3 نقاط مهما كلفك لاعبيه، معناتها تجيب الطرح اونترنور شيما تكتيك، لانه مهم جدا. شفنا ضد الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي ساحلي خلق اكثر من 4 فرص خاصه في الشوط الاول، لكن ما انتصرش لانه ما كانش حاسم. وهنا نرجع للتصريح نتاع عماد بن يونس اللي عجبني، كان واقعي مثل العاده، يقول لك معناتها الضغط نحاول نخليه ايجابي، يخدمنا على الناحيه الذهنيه مع اللاعبيه نتاعنا. النقطه الثانيه هي التجسيد، ترسيم الفرص، لانه كانت معضله ضد الترجي الرياضي التونسي وخليته يخسر 3 نقاط في اول مقابله. والحاجه الثالثه اللي ختم بها هو معناتها يرجع في الكورسة، اذا غدوه ينتصر نجم الرياضي ساحلي بتاتر تعاود الاوراق من الاول جديد، وكل شيء جايز في كره القدم. فيما يخص المقابله في حد ذاتها زروخ، شخصيا يمكن نقولوا باش يمشي في الشيمام تاع 4 مدافعين مع 4-2-3-1، معناتها 2 لاعبين ارتكاز وقدامهم كسوا عبيد والا جبالي، ونشوفوا معناتها اللي مستنسين بهم كسوا العبدلي شماخي على الطرف، ثم راقي العواني مع الحفاظ على نفس تركيبه الدفاع، لانه كون لو فيو با تلك، معناتها هذيك الامكانيات اللي عندك وهذاك الافكتيف اللي تنجم تتصرف فيه. لكن الاهم النقطه اللي نجم نستنتجها من الديكلاراسيون هو الناحيه الذهنيه، لانه الملاعبيه ممسوسين بعد 2 ديفات تحب ولا تكره، وما تسجلش على 4 مباريات تقريبا، في اخر 5 مباريات النجم سجل 2 فقط. دونك لهنا نتصور انه النجم امام امتحان كبير ضد منافس اللي شفنا لي بوان فور نتاعو ضد الترجي الرياضي التونسي في لي ترانزيسيون وفي لي كولوار. دونك النجم مطالب بقراءه المنافس اكثر من مقابله بيترو اتليتيكو، يعني مع كامل احتراماتي العماد والعمل اللي يقوم به وستاف نفخة وسيف، لكن جي لامبريسيون انه المباراة اللي فاتت الحقيقة ما تمش تناولها ولا دراستها كيما يلزم، سيرتو مقارنة بالادفرسير اللي واقف قدامك. واضح جدا تشكيلة المحتملة 4-2-3-1 الخطة المنتظرة، القزاح في الكاج، بن حسين على اليمين، على اليسار بن علي، الغدام سيجلاس في الاكس، جاكم بي، سيدي بي، أسامة عبيد، شماخي، راقي عواني، والعبد اللي سمير. ديما نقولوا رأي ذي تشكيلة مرتقبة ومحتملة. سي عم ماتش بيترو اتليتيكو مشي على روحه، وما عادش الغلط اللي قامت به نجم الرياضي الساحلي، سواء على مستوى طريقه اللعب ولا التشكيله اللي لعب بها، هذاك ماتش ما عادش باش يتعاود. الناس كل غلطت،
ما تنجمش تلعب بسيدي بي واحد قدام خمسة في الميليو تيران والكلام اللي يقوله. عملية انتحارية عملها عماد صراحة. كيف نشوف توا التشكيلة؟ كيف نشوف التشكيلة متوازن. فيها سيدي بي وجاكم بي وقدمها مع عبيد فهما توازن. الهلال مع بيترو أتليتيكو الماتش الأولاني أربعة مدافعين خمسة في الميليو مهاجم وحيد فقط يسكر المساحات وقلق برشا بيترو أتليتيكو وجاته فرص باش يسجل الأهداف. خسر لكن قدم أداء محترم مع الترجي نفس السيستم سكر الدنيا الكل وقعد يسنى في الإسبيرانس يعمل هكا مع الإتوال نفس الشيء مالوريزمون باش يسكر ويستنى الإتوال ومش يحط الإتوال في الوضعية اللي ما تحبهاش نجم ديال الساحل اللي هي وضعية الهجومية وانا قلت وعاودت وقلت وعاودت وقلت وعاودت بون اللي حب هذيك علاش السؤال قبيلة الرضوان على معضلة الديسبوزيتيف كيفاش باش يلعب مش حتى كيفاش باش يلعب مش حتى كيفاش باش يلعب الإتوال التركيبه نتاعها نقاط القوه نتاعها انها تستنى تفك الكره وتلعب تضرب بالكونتر في الوضعيه نتاع غدوه المطالبه الاطوال بانها تصنع اللعب وهذه الاشكال اللي ربما ولا عماد لازم يخدم عليه ماهوش ماتش نتاع هجوم ضد دفاع ما نحبوش الماتش هكاك انا شخصيا خليه ماتش يمشي على روحه عادي ماتش يمشي على روحه ويقعد يستنى الاطوال في هفوة المهم بالنسبة للنجم الساحلي عدم قبول اهداف هذا المهم المهم بالنسبة للنجم الساحلي انه دفاعه ما يطلعش برش ويخلي المساحات كما عملت الاسبيرانس مع الهلال الهلال عندها زوز مهاجمين كانت تخلي لهم مساحات زوز ثلاثة كور في الظهر راهم يغدروك ويقلقوك هذا هو الاشكال وتستنى بالاريتي تستنى فرصه تستنى ما تزربش الاطوال ما تقولش درجه ربع ساعه باش نمركي ولا ميتون نجم تمركي في الاخر لكن المهم عندك عدم قبول اهداف ثم التوازن نتاعك في الميليو تيران التوازن نتاعك مش مشكل ما يتسيطرش برشا مش مشكل ما تجيكش فرص كبيره مش مشكل اقعد استنى ليسونسييل سير الماتش بطريقه ذكيه اذا كان مش تلعب بطريقه هجوميه بحته وباش تضغط راهو الفريق هذا عنده امكانيات انه يعمل لك الكونتر ويقلقك برشا النجم الساحلي بعد زوز هزائم صفر نقطه والصفر هدف ما سجل حتى هدف في دوري مجموعه نجم الرياضي الساحلي باش يلعب امام فريق كي نسمعنا فلوران ايبينغي فريق متحرر من الضغط متحرر من الحسابات توتا غاني ريانا بير فهمت وسيكون خطيره جدا بالتوفيق للنجم الرياضي الساحلي في مباراه غدوه مع ثمانيه نتاع الليل ضد الهلال السوداني يعطيك صحة رضوان الفالحي شكرا سمير السليم يعطيكم الصحه الناس الكل في المتابعه غدوه ان شاء الله ملتقانا كالعاده في حلقه جديده وفي نفس التوقيت على FM احلى راديو تصبح على خير سبورت بلوس على FM احلى راديو